أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا ما يقطع علينا عادة، ولا يحرمني منكم، ولا يحرمكم مني، 11 سنة وأنا معاكم، وكل رمضان بتستنوني وبستناكم، صحتي بتروح بس فداكو، اخترت الطريق الصعب واتحملت اسهام النقد واشواكو، خلصت على كل اصحابي علشان اعمل لكم الحاجات اللي عجباكو، وفضل ربنا وبركة دعاكو لا يهمنا جنكيز خان ولا حتى هيتنا هولاكو، معانا ومعاكو امهر واحد في افلام الانمي، الناس كلها بتقول ان هو اقوى واحد اصلا ممكن تشوفه في الانمي كله، وناس كتير بتقول عكس الكلام ده، لكن النهارده هنعرف هل هو فعلا قوي ولا عكس الكلام ده كله. من اكتر الناس في الانميات اللي بتعشق حاجة اسمها الاكل، لو انت اكلته يبقى انت كسبت رضاه، ولو ما اكلتوش وضايقته يبقى انت وقعت معاه. معانا ومعاكم بطل السوشيال ميديا وبطل اليوتيوب وحرفيا اشهر واحد في الانمي كله، وهو كاكاروتو المدعو بالاسم الشهير، هو غوكو. اخيرا هنجرب في المقلب، ويا ريت يعجب كل الناس، يا رب يعجبكم كلكم علشان هيبقى من اقوى المقالب اللي انتم ممكن تشوفوها في حياتكم. انا ذات نفسي متحمس، يا سلام عليا. دلوقتي هنبعت له رساله ان احنا نستضيفه في الفندق الجديد في بروك هيفن، وساعتها هنشوف ايه رد فعله لما يعرف ان احنا عايزين نعمل معاه مقابله، اكيد بقى يتكبر علينا، ما هو اشهر واحد في الانمي، ولكن هنشوف بيحب ايه وبيكره ايه، وساعتها هنعمل معاه اكبر مقالب. يلا بينا. جاهز يلا يا سنجوب؟ جاهز يلا عشان نشتغل ونعمل المصالح؟ ايوه جاهز، يلا بينا. عامل نفسي مش عارفك. سلام. يلا يا جماعه، فوانيس رمضان، فوانيس رمضان اهي، وكمان معاهم صواريخ وبومب، بومب وصواريخ. وبقول لكم ايه، الصاروخ بيقعد ساعة يفرقع، ما بيفرقعش في ساعتها، بيفرقع اكتر من مرة، يعني من الاخر مش هتلاقي في اي حتة زي كده. يلا يا جماعة تعالوا، بص تعالى بص، ايه ده، واحد بتاع بومب وصواريخ وكمان فوانيس رمضان، يا لهوي الحاو يا ناس، ده الراجل ده حاجته جامدة جدا. علي صوتك اكتر يا محد سامع، علي صوتك. الراجل ده حاجته جامدة جدا، لسه واخد من عنده صاروخ امبارح، عمل يفرع 100 مرة لحد ما انا مشيت وسبت الصاروخ وزهقت. يلا يا جماعة الحاو الصاروخ اللي ما بيفرقعش اكتر من مرة. انت اللي بتقوله ده يا غبي، اسمها بينفرقع اكتر من مرة مش اكتر من مرة. اتلخبطت معلش، الصاروخ اللي بيفرقع اكتر من مرة، انا اشتريت من عنده راجل مضمون. ايوه كده، ايوه هنلاقي الناس دلوقتي زباين ايه بتنزل علينا زي المطر. يلا اعمل نفسك بتشتري. واو، صاروخ بيفرقع اكتر من مرة، واضح ان هو مضمون والناس بتشتري منه. حضرتك انا كنت عايز اشوف صاروخ من الصواريخ اللي بيتفرقع اكتر من مرة. هو حضرتك يا استاذ سنجاب انت ولا اسمك ايه؟ حضرتك انت جربت الصاروخ ده؟ ايوه جربته، بيفرقع مليون مرة لحد ما انا زهقت ومشيت وسبت الصاروخ، اتخنقت وزهقت بصراحة، فرقع معرفتش اعد، فرقع بواحد اتنين تلاتة مليون، فرقع كتير. ياه معقولة؟ بعد اذنك يا استاذ انا عايز واحد من عندك. انت تامر، هديك احسن صاروخ من عندنا، اتفضل عدتهولك كمان في الكيس ده. حضرتك هو حسابه كام بقى؟ حسابه كام؟ انت بقى معاك كام؟ معايا 100 روبوكس. هات المية وخد الصاروخ، اتفضل. شكرا لحضرتك، شكرا. يا سلام، صاروخ بيفرقع اكتر من مرة، ده انا هعمل بيه مقالب في اصحابي كلهم. راجل مغفل، برافو عليك يا ده سنجوب. يلا بينا يلا بينا بسرعة. واو، بقى كل دي برامج وكل دي مسلسلات هتيجي في رمضان. هو الجمدان ده بجد، انا حرفيا متحمس من دلوقتي، ده غير افلام الانمي اللي هتيجي السنه دي. واو على الجمدان، حرفيا دي قنبله جمدان السنه دي. ويا ترى بقى رمضان السنه دي هيبقى عامل ازاي؟ رمضان السنه دي يا زميلي هيبقى فيه فلوس، هيبقى فيه فلوس قد كده، هنبيع بومب وصواريخ. ايه عاملين ايه؟ وانتوا كنتوا فين طول النهار؟ كنا شقيانين علشان نجيب الفلوس دي، فلوس من عرقنا وشقانا، وطول النهار واقفين في الشمس عشان نجيب الفلوس. ايوه مش فاهم. طيب ماشي، انتوا بتبيعوا ايه بقى عشان تجيبوا الفلوس دي اصلا؟ احنا بنبيع صواريخ، بومب وصواريخ وفوانيس رمضان. وانا بعمل نفسي ما اعرفش
بتعرفش مشمش عشان انصب على الناس وباقي الصواريخ. ايه يا غبي اللي انت بتقوله ده؟ انصب على مين صوتك؟ ما ينفعش تقول كده قدامه. ايه بتنصب على الناس ازاي؟ مش فاهم. ايه سنجوب ازاي بتنصب على الناس؟ لا ولا حاجه ولا حاجه بقى غوكو خلاص. ايه مشمش سيب سنجوب يتكلم براحته. ابدا بنقول ان الصاروخ بيفرقع 100 مره وهو اصلا بيفرقع مره واحده وممكن ما يفرقعش كمان وبنبيعه 100 روبوكس. طب انا سلام انا بقى سلام دلوقتي. ايه مشمش استنى ما تمشيش، رجع الفلوس للراجل اللي اشترى الصاروخ وبطل نصب على الناس. حرام انك تكسب فلوس حرام اصلا. ايه ده هي دي كده فلوس حرام؟ ايه ده انا ما كنتش عارف، انا فاكر ان احنا كده بنتشطر على الناس. مين اللي قالك كده؟ مشمش قال لي دي شطاره والتجاره. مشمش انت بتضحك عليه؟ انت بتقوله ان ديت شطاره ودي كده يعتبر سرقه ونصب على الناس؟ انت عارف ان انت كده هتخش النار. خلاص بقى مورا عادي يعني عدى الحوار، 100 روبوكس دخلوا جيبي وخلاص. رجع الفلوس للراجل يا مشمش والا هتزعل. حاضر حاضر يا عم، ده انت عيل بتنكد على الناس، ده تكون قرف هرجعها. الواد سنجوب ده غبي قوي، ده ممكن يكون اغبى واحد على كوكب الارض كله، دماغه دي جواها بطاطس. يا لهوي يا سلام، صاروخ بينفرقع اكتر من مره. انك مدان ده، يلا بقى نجربه دلوقتي، ده احنا هنبسط قوي. يا سلام يلا. ايوه اهو بيفرقع. اهلا رمضان. ايوه فرقع كتير اهو فعلا. يا سلام يلا لسه فاضل. ايه ده ايه ده؟ مش المفروض يفرقع 100 مره اقل حاجه زي ما السنجاب ده قال؟ ها ما تشتغل اشتغل، ولا انت عايز تفرقع في وشي وتغفلني وانا اتنصب عليا ولا ايه؟ خد مني 100 روبوكس وبيقول ان الصاروخ ده يفرقع مليون مره، ده ما فرقعش حتى مرتين على بعض، ده انا هروح ابهدله. انت رجع لي فلوسي يا حرامي، رجع لي فلوسي ولا هموتك. ماشي يا عم فلوسك اهي، فلوسك حاضر، انا كنت بهزر معاك، ده كان مالك من المقالب بتاعتنا. وده هزرت باين لي حاجه بايظه، كويس ان انا ما موتكش اصلا. بهزر معاك والله بهزر بقى، خلاص بقى ما تقفش بقى، ده انت راجل قفوش، خد فلوسك اهي اتفضل. تمام ناس نصابه. الله يسامحك يا غوكو، الله يسامحك والله العظيم. ومين اللي قال لك ان ده نصب؟ احنا كده بناخد فلوس عادي، دي شطاره فعلا. يوه افهمك بقى ازاي يا سنجوب؟ قلت لك ده ما اسموش شطاره، ده اسمه نصب يا سنجوب، انك بتكذب على واحد فده كده اسمه نصب، يعني كده من الاخر انت بتنصب على الراجل عشان تاخد فلوس مش من حقك وده حرام. ايوه 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 فهمت فهمت، يعني لازم اقول الحقيقه ان الحاجه دي بايظه او كده صح؟ ايوه فهمت بقى. طيب طيب تمام انا كده فهمت. ايه استنى لما اشوف مين بس بيرن الجرس. ايوه نعم حضرتك استاذ غوكو. ايوه ايوه انا هو استاذ غوكو. طيب حضرتك انا معايا جواب لاستضافتك في برنامج مهم جدا، وكلنا طبعا نتشرف ان حضرتك تيجي، وانا ساع البريد للبرنامج ده. واو البرنامج ده اسمه ايه بقى يا ترى؟ برنامج سؤال وجواب، نسألك اسئلة وانت تجاوب عليها. اوهو وده بيطلع على اي قناة ده؟ بيطلع على قنوات كتير، وبيطلع على اليوتيوب، بيطلع على كل حتة يعني، حتى الفيسبوك ساعات. طيب طيب موافق اكيد. ياريت تقبل الدعوة. حاضر شكرا. عفوا السلام عليكم. وعليكم السلام. واو سنجوب انا بعت لي دعوه ان انا هيستقبلوني في برنامج. البرنامج ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ايه البرنامج ده؟ بيقول ان هو اسمه سؤال وجواب وبيجي على كذا قناه، مش عارف هيسالوني ويجيبوني في ايه مش فاهم. طب اقرا طيب الورقه اقراها. طيب صح صح عندك حق، اطلع الورقه بس من الجواب. تمام قوي، بيقول لك اهلا بيك استاذ غوكو، ونتشرف ان احنا نستضيف حضرتك في برنامج سؤال وجواب، هتيجي بكره الساعه 3 اخر النهار. واو في برنامج بيبتدي في الوقت ده؟ طيب طيب انا موافق اكيد يعني. ربنا معاك بقى، ربنا معاك، انا هطلع اريح شويه وانام. ماشي يا سنجوب. واو انتوا متخيلين بجد ملوك السعاده، يبقى ليا برنامج وماي جاد على الجمدان، بس يا ترى هيسالوني على ايه؟ والمفروض انا اجاوبهم واقول لهم ايه اصلا؟ مش عارف الصراحه انا محتار، بس سيبكم من ده كله، لازم اقول لكم ويا مساء السعاده بكميات زياده، عاملين ايه يا احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو دوت نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وشكرا جدا للتفاعل بتاعكم في الفيديوهات اللي فاتت، بجد بجد يا ملوك السعاده والله العظيم بحب اشكركم من كل قلبي، والبوسه ديت لكل واحد بيحب يفرحني ويكتب في الكومنتات دوسوا لايك علشان عمر يفرح، والله العظيم بحبكم جدا. شكرا لكم بجد يا ملوك السعاده انكم بتقدروا تعبي، وانكم دايما بتحاولوا تبسطوني على قد ما تقدروا، والله العظيم عمري ما انسالكم الجميل ده ابدا. وعلى فكره انا عارف مين اللي عامل لايك، وعارف كمان مين اللي بيكتب لي كومنتات وبيحاول يفرحني تحت، ربنا يخليكم ليا بجد يا ملوك السعاده. بس تخيلوا كده انا بصراحه مش عارف هعمل ايه بكره في البرنامج ده، عمري في حياتي ما طلعت في اي برامج، بس مش اشكال
انا كده كده اكيد هيسالني عن قوتي او هيسالني عن ازاي مثلا بيطلع عضلاتك، الاسئله العاديه اللي ممكن اي حد يسالها لغوكو يعني. مش عارف، بس يلا نبقى نشوف بكره. طيب هو تقريبا دوت المكان، بس انا مش فاهم هما ليه ما عملوش معايا الاستقبال اللي انا بشوفه على النت. انا دايما بشوف على النت دايما ان هما بيستضيفوا الناس في البرامج بالعربيات وبالزفه وحاجات زي كده. مش عارف، مش اشكال هعديها. طيب لما نخش كده جوه. ايه اهلا حضرتك، انا كنت معايا ورقه انكم كنتوا عايزين. ايه انت باصص كده ليه؟ ايوه عارف انت غوكو صح، انت غوكو اللي كنا مستضيفينه في برنامج. يلا يلا هتخش على جوه، استنى جوه. ايه انت بتكلمني انا كده؟ انت بتعاملني كده ليه؟ خش بقى بطل الكلام، خش 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 ترزق هناك، هتقعد هناك كده في الحته دي. ايه لحظه لحظه استنى بس، عندك انت ازاي بتقول لي ترزع وهتقعد في الحته اللي هناك دي؟ وانت اصلا بتكلمني كده ليه؟ هو انت سؤال، هو انت مين؟ انا مين؟ انا اللي جاي اعمل معاك الحلقه. يلا يلا مش عايز رغي كتير بقى. ايه انا ممكن اخد بالك اسيب البرنامج وامشي، اتكلم معاك باسلوب احسن من كده بعد اذنك. حاضر خلاص خلاص يلا اتفضل روح اقعد. ايوه كده، انا مش فاهم ايه الهبل ده، هو ازاي عاملني كده اصلا؟ طيب تمام، لما اروح اقعد بقى اقعد فين؟ لحظه ايه ده، هو فين الكراسي؟ هنا مطعم، هقعد في المطعم. طيب انا هقعد هنا احسن في الاستقبال، استني هنا افضل. تمام اخيرا بطل الانمي وصل 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 الفندق. بصوا بصوا بقى المعامله اللي هنعامله بيها. انا كنت قايل للموظفين ان هم يعاملوهم اسوء معامله، وكل ده علشانكو، كل ده علشانكو يا الناس اللي بتحبوني وكل الناس اللي بتحب رامز، اخليه يكره نفسه ويكره حياته النهارده. يلا انا مستخبي في احسن حته في الفندق كلها. بص بقى الاخر كده، انا اسالك كام سؤال وتجاوب عليهم بسرعه، مع اني ما كنتش قايل لك اقعد هنا، كنت قايل لك اقعد هناك. ايه لحظه بقى استنى كده، عشان مش فاهم حاجه، علشان انا بصراحه مش عايز اتكلم معاك باسلوب وحش لحد دلوقتي. انت عايز ايه؟ ايه اللي عايز ايه؟ جاي اعمل معاك المقابله وانا مش طايقك الصراحه. طب انت مش طايقني ما تجيب حد طايقني، شايف بص سهله ازاي؟ ايزي. لو كده انا برضو اللي هعمل معاك المقابله وهقعد زي ما انت قاعد. يلا. الناس دي. ايه اتكلم معاه بعد اذنك باسلوب احسن من كده، عشان المقابله تبقى بيني وبينك حلوه. وعلى فكره خد بالك انا مش هتحايل عليك انك تعملني حلو، لو ما عملتنيش حلو اخد بعضي وامشي. خلاص 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 اقعد اتفضل. ايوه كده، ايه الناس دي؟ قول بقى عايز تقول ايه؟ في كام سؤال كانوا محيرين ناس كتير جدا في الانمي، ناس كتير عايزه تعرف، بما انك غوكو وبطل من ابطال الانمي، ايه افضل انمي بيعجبك؟ يا ترى هو الانمي بتاعك اللي هو دراجون بول، ولا انمي تاني معين عجبك؟ حلو السؤال ده، عجبني جدا على فكره، وانا عندي الرد ليه دلوقتي. طالما عندك الرد ليه يبقى مش عايزه، خلاص غير السؤال التاني. استنى، لا بقول لك ايه، انا هجاوب على السؤال ده، انا مش عايز سؤال تاني دلوقتي، وهي عافيه بقى طالما انت ماشيها كده. خلاص خلاص ما تعصبش، قول الاجابه. ايوه كده، ده انت راجل غريب جدا والله. انا كغوكو عندي في كذا انمي ممكن اتفرج عليه، لكن الانمي المفضل ليا بصراحه هو انمي فيلان ساجا، حرفيا من افضل الانميات اللي انا ممكن اشوفها في حياتي. بيقول لك بيحب انمي فيلان ساجا، اهو عرفنا سري من اسرار غوكو. بس ايه ده انمي كله دموي، بس قصته فعلا من القصص اللي انا اتفرجت عليها قبل كده. قصه جامده جدا. تمام محدش مهتم، اللي بعده عندك كام سنه؟ اعديها قصها في المونتاج بعد اذنك. انا عندي كام سنه؟ لازم تجاوب على السؤال ده، عايش بقالي كتير. خلاص تستظرف، ايه عايش بقالك كتير دي؟ جاوب على السؤال بعد اذنك. شايف الصراحه ما صدقت الاقي حاجه تستفزك، انا بقى مش هجاوب على السؤال ده، وكمان قلت لك عايش بقالي كتير، يلا بقى انت احسبها بقى زي ما تحسبها. انت كده يا رب سبرني، نغير السؤال. الله 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 الله، ده هتقلب خناقه بينهم. ده هتقلب خناقه بينهم، بيقول لك عايش بقالي كتير. وانا احسبها ازاي دي يا غوكو؟ يا نهار اسوح عليك. دمه خفيف وهي دي اللي محبباني فيه. اخيرا خلصت المقابله وكده، مش عايزين اي حاجه تاني، دلوقتي تقدر تطلع تستريح فوق في اوضتك لحد ما نكمل البرنامج لبكره. ايوه احسن برضو، ادينا خلصنا المقابله اللي ما كانتش حلوه دي، يلا وريني فين اوضتي بقى. تمام تعال اقول لك على اوضتك. راجل مستفز جدا بجد يا ملوك السعاده، المقابله اللي ما كانتش حلوه خالص دي هي دي المقابله؟ انا كنت فاكر هيبقى سؤال وجواب حلو جدا، وكمان هيفخموا فيا، ده ايه الطريقه دي بصراحه؟ طيب يلا بينا. هي دي الاوضه بتاعتك. تمام خلاص خلاص ماشي ماشي، يلا شكرا، انا هخش الاوضه ومش عايز اشوف وشك تاني. واو الاوضه جامده بجد، يعتبر دي احلى حاجه حصلت دلوقتي في الفندق ده، ان الاقي الاوضه شكلها شيك كده وحلو. طيب حلو جدا، ايه اللوحه دي اصلا؟ واو
روحها أصلا مش مفهوم لها خالص أي ملامح، بس شكل الفندق فعلا جامد، واضح إن الفندق بس الحاجة الوحيدة اللي عجباني، لكن استقبال الفندق الراجل ده حرفيا المفروض يترفض أصلا ويشوف حد غيره مكانه. طيب طيب أنا بصراحة نفسي أستريح شوية. أنا آسف يا أستاذ غوكو بس ده مقلب والله، يا رب بس ما يزعلش مني بعد المقلب. هو دلوقتي كده اتبسط بقعدة الفندق، لكن ما يعرفش ايه اللي هيواجهه وهو قاعد في الفندق من كمية الرعب. عرفنا عنك كذا حاجة، لما سألنا عليك صحابك مشمش وسنجوب، عرفنا انك بتخاف من الضلمة، وعرفنا انك بتخاف من الغوريلات. ازاي واحد زيك عنده قوة سيان بيخاف من الغوريلات؟ ده اتفضح يا جماعة. حاجة جامدة جدا على فكرة. يلا بينا يا غوكو علشان تجهز المقالب. واو حرفيا مفيش احلى من انك تقعد كده شوية وتحس بالمية بتمشي في كل جسمك. واو بجد على الراحة النفسية، حرفيا انا حبيت الفندق ده جدا. انا ما حبيتش الفندق ده جدا. هاي مين اللي قطع النور؟ النور قطع. هاي حد قطع النور هنا؟ او ماي جاد الرعب ده. طيب على الاقل الشباك لسه برضو مدخل نور. هاي لا لحظة، المدينة كلها زي بقى بتظلمة. هاي استنى، ايه ده المكان ده؟ هاي حد هنا؟ طب بسرعة نطلع، طب بسرعة نطلع من الأوضة. هاي يا نهار اسوح المكان كله مظلم يا جماعة اللي هنا. طب بسرعة كده نشوف الأسانسير. هاي ده عطلان، انت بتهزر يا جماعة؟ فين بتاع الاستقبال الراجل الرخم ده؟ هاي هضطر انط. طيب هاي يا راجل انت اللي بتاع ماي جاد، وقف فين الراجل؟ في الراجل الاستقبال، حد يفتح النور، انا ما بحبش الضلمه يا جماعه. ودلوقتي ابتدى اللعب يا اخوكو. لا يا جماعه بعد اذنكم حد يفتح الباب. طيب اطلع. ايه لحظه ده الفندق كمان مقفول، حد يفتح لي الباب، الباب يا جماعه. طيب طيب اطلع بسرعه من الباب الخلفي، الباب الخلفي ده. طيب يا نهار اسوح الباب ده كمان برضو مقفول يا جماعه. اللي في الفندق حد سمعني ليه؟ الو حد هنا؟ او ماي جاد الرعب ده، انا بخاف بصراحة من قلة النور وبترعب من حاجة اسمها ضلمة. طيب طيب يلا يلا يا جماعة يا رب حد يفتح لي. طيب طيب اهدى كده يا غوكو. طيب وركز، لو انت دلوقتي مكان راجل غرفة الاستقبال هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالظبط؟ فكر 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 يا غوكو. هو دلوقتي كده بدأ يتوتر. يا نهار ابيض على الضحك، يا سلام عليك يا رامز، فعلا فعلا خلصت على كل اصحابي علشان اعمل الحاجات اللي عجباكوا والله. ايوه 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 صح، انا لو مكان راجل غرفة الاستقبال هروح اشيله في الدرج، الدرج اللي عنده المفتاح بتاع الفندق هيكون جوه. الرعب ده، مين ده؟ غوريلا. افتح الباب افتح الباب بسرعة. لا 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 لا، هش 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 بسرعة، هش هش. انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ امشي امشي، هش 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 هش، بالله عليك هش. بالله عليك ما تقربش مني. انا مش بحب الغوريلات، ما تخانيش استعمل معاك القوة علشان خاطر انا مش بحب اذيك، مش عايز اذيك. انا بقول ايه؟ لا 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 لا، عشان خاطر مش عايز اذيك ابعد عني، مش عايز استعمل معاك القوة يا جماعة. يا جماعة اللي في الفندق بالله عليكم، خلاص خلاص الراجل هيموت مننا. خلصنا المقلب على كده، وقف. لا خلاص خلاص، شغل النور شغل النور يا ابني، ستوب ستوب لحد كده، خلاص الراجل هيموت مننا. رامز انت اللي عامل المقلب ده كله؟ انا اسف يا استاذ غوكو، انا كنت لازم اعمل كده علشان رامز مديني فلوس. ايه رايك ايه رايك يا غوكو في المقلب الجميل ده؟ بالله عليك مش جامد؟ بالله عليك مش عاجبك؟ رامز انت برضو بتعمل مقالب دي ومش عارف ايه الفكرة منها؟ ان احنا نبسط الناس اللي عايزة تشوفكو في المقالب. وانا جاي انفذ غرض الناس. رامز بجد بجد لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي هموتك، ومش بعيد انك خلي دوت اخر مقلب بالنسبة لك. هتعمل ايه مجنون؟ هتعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ اوريك دلوقتي انا هعمل ايه. تعالى. لا تعالى، خد خد دي، خد دي كمان. لا خلاص خلاص، الله يسامحك يا غوكو، انت كسرت لي ظهري والله، ظهري بقى مكسور. علشان تبقى تحرم تعمل مقلب زي دي تاني يا رامز، انا بصراحة كنت هموت وعيط. واحد زيك ملك يعتبر الانمي تقول هتموت وتعيط، وازاي ما بتحب انمي بلا انساجة؟ ها وبتترعب الرعب ده كله؟ ايه ما يخصكش بقى يا رامز، خلاص بصراحة انا كنت هموت وعيط والله العظيم، انا كنت مرعوب. واستنى لحظة، هو انت مش عارفك ان انا بخاف من الغوريلا والضلمة؟
هي لحظة بجد. صحابك مش وسنجوب سألناهم وعرفوا المقلب، فالصراحة فرحوا فيك جدا. ايه مش وسنجوب يعني هم كانوا عارفين كل دوت وما كانوش عايزين يقولوا لي؟ والله العظيم ما اسيبهم، والله العظيم ما اسيبهم لما ارجع. خلاص 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 بقى، قول لهم بقى يا اسطورة الانمي، قول لهم استنونا في رمضان، استنونا في رمضان ببرنامج رامز نيفر اند، ببرنامج رامز نيفر اند. ما تزعلش بقى، خلاص انت مسامحني. اسامحك يا رامز بس ما تعملهاش تاني بالله عليك، اقسم بالله العظيم انا كنت هموت والله. خلاص ماشي مش هعملها تاني. وبس كده، ويكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الفيلم عجبكم، ما حدش فيكم بقى ينسى اللايك بتاعه والاشتراك في القناه عشان نشوف كل فيديوهات الجايه الجامده. وسلام.